السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ایچ ایس ہوم ٹیوٹر۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 27 تلاوت کر لیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28 تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، صدق الله العظيم.